أنا بالنسبة لي تطرقت أولا للتعريف بالنظم الغابوية والأشجار الموجودة في المغرب، وكذلك من بعد لا برودكسيون ديالهم، وكذلك لو ليان اللي كاين ما بين الغابة وبالنسبة للخشب والصناعة التقليدية فيما يخص الخشب، وكذلك بعد الأمور اللي كتهم صناعة الخشب وكذلك التثمين ديالها في بعض الجوانب الخاصة بالصناعة ولا بالصناعة التقليدية. خصنا نستثمروا في الجانب ديال البشري، تعليم ديال الناس اللي كيمكن لهم يخدموا، والحمد لله الآن افيك الأكاديمي دي زارت تراديسيونيل ولينا كنكونوا الناس اللي كيمكن لهم يخدموا هذا الشيء هذا، وكيدخلوا عليه كذلك واحد النبرة عصرية. كاين كذلك فيما يخص الناس دابا بالنسبة للبناء، بالنسبة في المساجد، بالنسبة للديار، ولو كيمشيو بزاف للصناعة التقليدية باش يبينوا الحضارة المغربية وكذلك الحضارة الإسلامية، وهذا مكسب كبير بالنسبة للصناعة التقليدية ديالنا. جينا اليوم باش نبريزونتيو لاكاديمي دي زارت تراديسيونيل اللي تابعة لافونداسيون حسن دو. جبنا دي زوف ديال الطلبة ديال فيليير بواسكولتي بوابان. حنا نورمالمون تنقراو تخوازون في الأكاديمي، عندنا تسعود ديال الفيليير بواسكولتي بوابان، ماروكينغي، تيساج تراديسيونيل، زليج، طايبيير، فيرونغي دار، بيجوتري، كاين كاليغرافي كيقراو فيها دو زون، كاين اللي ديجا كيكون قاري شي تخصص تيجي تيكمل هنايا تخوازون ديالو، كاين اللي كتكون عندو مثلا حب ديال شي ميتي تراديسيونيل تيجي تيقرا عليها. انا ديجا عندي واحد ديبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي اون مينويزري دار، قريتها في لانسيتو سبيسياليزي دي زارت تراديسيونيل ابنغرير، قريت دو زون في لا مينويزري. اختارت انا نكمل في الاكاديمي في البواسكولتا باش نكمل الشومان ديالي. ديجا ملي قريت انا دو زون كنت باغي نكمل في التخصص في لي موتيف جيومتريك فلورال، داكشي علاش دخلت لاكاديمي دي زارت تراديسيونيل. انا كيبقى فيا الحال ملي تنشوف واحد العشوائيه في الغابات، كاين الناس اللي تيسرقوا البواب بلا ما يشوفوهم الناس، وهذا كنتمنى من المسؤولين انهم يلتفتوا لهذا الموضوع ويكون واحد القوانين صارمه وتكون واحد المراقبه دائما للغابات اللي فيهم مثلا البوا ديال الارز، شي حاجه اللي تخدموا بها الناس بزاف.